من ضمن أسئلة: هل التدريب في مكتب المحاسبة هيخليني ملم بكل حاجة في مجال المحاسبة ويعلي قيمتي لما أجي أقدم في شركة خاصة؟ الحقيقة التدريب في مكاتب المحاسبة مهم جدا وبيفيد جدا جدا في التعرف على الخبرة العملية، لكن ده بيعتمد على مكتب المحاسبة. لو أنت في مكتب محاسبة ما بيعلمكش حاجة، أو أنت مكتب محاسبة على قد أوضة وصالة مثلا، والراجل ياخد يا واد والراجل أصلا قاعد شغال كده تحس إن هو جهجوني، غير مكتب محاسبة بروفيشنال ومحترف. فدي على حسب مكتب المحاسبة، أنت تتعلم على أي واحد منهم ده بيرجع ليه المكتب نفسه. هيعلي قيمتك لما تقدم في الشركة؟ اه بيعلي. لو مكتب يعني مثلا مكتب من المكاتب الكبيرة، مكتب اتعلمت فيه شغل كتير، لأن خلي بالك لما تيجي تقدم في أي شركة بيبقى بيقول لك أنت تعرف إيه عن المحاسبة، ممكن يديك حالات كيس ستادي تحلها، ممكن يديك امتحانات في المحاسبة عملية لو أنت حلتها بشكل كويس ووضحت له يا فندم، وفي الانترفيو يقول لك أنت تعرف يعني لا أنا اشتغلت في كذا والمكتب المحاسبة كنا بنتعامل مع كذا 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 عملت كذا، خبرة عملية، فبترفع البروفايل بتاعك بشكل كبير جدا. لكن مرة تانية ده عاوز حد بيحب مجال المحاسبة وعاوز يكمل فيه، وهو ده اللي أنت لازم تاخده في الحسبان، وبالتوفيق.